السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقي محدثكم أبو موسى العمري، يرحب بكم. نلقي على بعض الإغلاقات التي حصلت بآخر التداول قبل العيد إن شاء الله. نبحث، طب مرافد نقول ارتفع. مين عندي فل؟ طيب عندي سابك، سابك ما أعلنت يا أخوان، لازم تعرف إنه الإعلان له تأثير زي ما شفناه في الخزف. إحنا نحلل الآن بالإغلاق. سابك أعطتني هنا علامة جيدة، الإيرون أب 4 ساعات ممتاز، والإيرون أب ممتاز كلها فوق الداون تمام. عندي هنا الإيدكس 30 و60 و4 ساعات، وهذه علامات جدا ممتازة. إغلاق 92، الأسبوعي فل، بدينا صح في الشهري، هذا جيد. السيولة ممتازة، عندي 49 أسبوعي جيد، ما دام فوق 48 جيد. الشهري غير مقبول طبعا 42. نشوف الرقم الأسبوعي، بنروح للرقم الأسبوعي، نروح له هذا الأسبوعي، جالسين نقترب من الصفر شيئا فشيئا. طبعا هنا الاختراق، هذا صار عندي اختراق في المنطقة هذه، طلعنا من 82.5 إلى 97، اعتبرنا 85 هنا وارتفعنا مجددا، وما زلنا الماكد الأسبوعي ما زال إيجابي. طيب بنفتح اليومي، نلاحظ هنا يا إخوان، نلاحظ على عملية مقاومة للهبوط، شمعة 2 3 4 5، نحط خط 91 91 91 91 10 91. هنا عندي دعم لمدة 5 أيام، وعندي أيضا إغلاق فوق. كم الإغلاق عندي هنا؟ 91.5، 91.20، 91.20. عندي هنا الآن إغلاق فوق 5 شموع، وعندي احترام للدعم، فهذه علامة جيدة. في علامة هنا ما عجبتني، وهي الستوك الاستيك الشهري، خلينا نشوفه، ما عندي صح عليها، خلينا نشوفه ونقرب. طيب هنا عندي هنا الاختراق الجيد، في عندي هنا لسه الستوك استيك لكن متقارب 17.79 17.88، هذا ممتاز جدا. طيب الزبدة يا اخوان، نروح للزبدة. احنا عندنا سابق اعطاني 3، باقي له هنا عندي لحظة، مطلوب مني الان هنا عندي ال4 ساعات، شايفين كيف؟ طيب استراق ال4 ساعات ان شاء الله يكون جيد، ان شاء الله يكون جيد، وعندي مقاومتي في هذه المنطقة. هذا لو حصل اختراق، لو حصل. الآن عندنا دعم 91، عندنا دعم 91، هذا ثابت لمدة 5 أيام، أغلب ال RSI اليومي فوق 50، 53، 57، 60، 63، هذه كلها جيدة. عندنا إغلاق على 92 بطلب، دائما في المزاد، هذا إغلاق المزاد عندي هنا، هذا اغلاق المزاد 247 ممتاز 92، واغلق بطلبات وليس عروض، يعني جميع العروض تم شراءها، ودخول 41 مليون. الدعم قريب على 91 طبعا، اليومي فوق الصفر، الـ4 ساعات فوق الصفر، هذه كلها علامات ايجابيه.
عندي مقاومة على 200. 92 هنا حاولنا، شوف هنا طلع هنا رجعت. كانت هذه سابق، شرحنا سابق دعمها 91، دعم قوي لم يكسر، لم يكسر خلال 5 أيام. أي كسر ل 91 هذا غير جيد، ويعتبر للمضارب وقف قصار. هذه خلصنا من سابق، نروح ل الراجحي. هذا الراجحي نفس قريب من بالنسبة لحظة، بالنسبة للستوكاستيك عندي هنا برضو سلبي الأسبوعي، لم يتخطى سابق. أنا شرحته سابق يا أخوان، عفوا، الراجحي مشروح في فيديو سابق على نفس القناة، تابعوه. إيه الراجحي مشروح، نبغى نشوف ميبكو. ميبكو هذه من الشركات الممتازة التي تدعو إلى التأمل. طيب خلينا نروح لميبكو. عندي هنا علامة غير جيدة اللي هي ال4 ساعات اللي الإيرون، عندي ما زال برضو ال4 ساعات هنا، عندي الديك الصح 1. طيب ندخل نبغى نعطي علامة. أنا الآن قاعد أتابع ميبكو، أنا بشرح طريقة في متابعة الشركات، دائما أتابع الشركة بهذه الطريقة، لو يوم يومين شهر شهرين إلين أنتظر يعني. هذا ميبكو، هذا ميبكو عندي هنا، هنا بدأت السلبية، هذه السلبية واضحة كملت، دخلنا في الإيجابية في هذه المنطقة، استرقنا المأكد الأسبوعي، هذا 20 هذا 30. طيب الآن باقي لي 50، وهذا 50، هذه 50 أسي وهذا 50، بسيط. أنا قاعد أنتظر، كلما اقترب مبكو من منطقة ال50 هذا جيد. العلامة الأخرى، لا بنشوف العلامة الأخرى، أربعة وأربعين أسبوعي، 49 شهري، هذه مقبولة عندي، 44 أسبوعي غير مقبولة، لازم أتابع كل ما ارتفع، كل ما ارتفع الأسبوعي واخترق ال48 إن شاء الله بإذن الله تعالى أتوقع إيجابية للسهم، لأنه دائما اقتراب الأرسي الأسبوعي من منطقة ال50 هذا إيجابي جدا. السهم نبي ندخل على الشرطات، طبعا هذا ممتاز، اللي هذا ممتاز اليومي لسه لكنه فوق الصفر، لازم اميز لما اجي يجيني هنا الماكد اليومي. طبعا ستوك الاستيك اليومي ممتاز، وال4 ساعات ايجابي، والساعه والنص ساعه هذا كله ايجابي، والاسبوعي والشهري. خلينا على مدرسه الاستوك استيك، الشهري ايجابي والاسبوعي ايجابي واليومي ايجابي وال4 ساعات ايجابي، هذه كلها جيدة كويسة وممتازة. بالنسبة للستوك استيك في ميبكو فول اوبشن، عندي الشهري فوق الصفر باقي لي اسبوع، واليومي فوق الصفر، هنا عندي اخذت سلبية على 4 ساعات والساعة واللحظة تعدل، انتظر الان تحسن باقي المؤشرات هنا وهنا وارتفاع الار اس اي. طيب باقي الشهر، ندخل على الشهر حتى ال4 ساعات هنا باقي، انا اتابع الان، هنا جاتني علامات ايجابيه على السهم، هل هي كافيه؟ لا ما هي كافيه، باقي لها، فانا اتابع السهم اللي هو ايش؟ ميبكو. طيب ايش معنى ميبكو؟ طيب ميبكو اول شيء شركه قويه قلنا، ثاني شيء لم يعني ما اعطانا السهم، ما اعطانا تفاعل، هذا اسبوعي، ما نزلنا ما تفاعلنا مع الموج الاخير، شايفين هذا منطقة عرضية، هذه منطقة عرضية هنا، شايفين بين 30 و 33،
متى أتوقع بإذن الله تعالى اختراق هذه المنطقة إلى المنطقة الأخرى اللي هنا تقريبا؟ بعيد الـ40 صح؟ لكن ما ممكن. ممكن شوف أدنى الشمعة هنا كم؟ شكل لي إيش؟ مقاومة. إذا اخترقنا إن شاء الله هذه المنطقة قد نزور قمة الشمعة هذه، أو نزور نبدأ نحدد وقتها. أيضا عندي هنا 38 40 38. أنا أهتم باللحظي، أهتم كلما بدأ السعر يرتفع هنا أهتم في المنطقة دي. كيف أعرف يكمل ما يكمل؟ أنا أهتم في السيولة، وأهتم في الار اس اي اللحظي، وأهتم في المؤشرات اللحظية. إذا استمرت معايا أستمر في الصفقة وأرفع وقفي وأرفع سقف التوقعات إلى منطقة أعلى. تمام، شفنا التموين سابقا ما شاء الله تبارك الله ايش سوى. هذه ميبكو راح زي ما قلت سابقا، راح اراقب. هذه اهم اثنين عندي، هذه واحد هذه اثنين، وراح اراقب ايضا لو ارتفع الـ4 ساعات الى 70 فقد يكون هذا مؤشر جيد. خلينا نروح لآخر شيء، السيولة. خلينا نروح للسيولة. السيولة دخول 3 مليون في آخر يوم، هنا 2 مليون. خلينا نشوف عندي هنا 8 مليون، 10 4 2 2، دخول 4 مليون، هذا جيد. أيضا هبوط الكميات تحت 1 مليون، هنا عندي تحت 500 ألف، يعني إيجابي. دائما هبوط الكميات مع الثبات هذا إيجابي بالنسبة لي. طيب خلينا نلقي نظرة أخيرة، الراجحي نزلناه، سابق شرحناه، إبكو شرحناه، الأبحاث 210 نفلل، أعطى إشارة سابقة تكلمنا عنها على 201 تقريبا فل إلا اللحظي بسيط، 59 60 69 طيب أي سهل، يعني اشتراك في منطقة معينة بعد ما يرتفع، إذا أنت تراقبه لحظي لأنه ارتفع الآن 5% فدعمك ارتفع، يعني دعمك ابتعد عفوا، لان انت ابتعدت في الدعم. كل ما كنت قريب من الدعم زي سابك وزي الراجعي افضل، زي ميبكو افضل. وجهة نظر. طيب صناعة كهربائية اعطى موجة حلوة جدا عالية بالنسبة لي. طيب صافولا، صافولا ايضا صافولا جيد، 45 59 75، أرقام عالية جدا في صافولا، اقترب من اختراق الصفر أيضا، اقترب من الصفر، أرقام عالية. مع إنه السهم هذا على فكرة يعني سابقا يعتبر مخيب كبير للآمال، لكن خلينا نشوف هنا لو تشوفون الفكرة اللي قلناها يا أخوان. هنا اخترقنا جميع المتوسطات كلها، اخترقناها واقتربنا من الصفر، شايفين كيف؟ هنا ايضا اخترقنا الزقزاق، هذا كان زقزاق مهم جدا، هذا خط زقزاق كان مهم جدا، هذا واحد، هذه محاولة ما لم يخترقها، الآن اخترقنا، صار دعمنا كم؟ يقولك صافولة دعمنا اللي هو 30، هذه منطقة دعمنا. قد نذهب إلى جميع المقاومات هذه، كلها محتملة، كل هذه مكتمل، كل ما حاول دعمك معروف، هذا انتهينا منه ريال وشوية، كل ما اقترب من مقاومة قادمة انت عندك ايش؟ عندك اللحظي، راح تراقب الـ RSI اللحظي، تراقب الإيجابية اللحظية، ما أعطاك سلبية لحظية استمر مع السهم. شوف عندي، شوف شايفين كيف هنا الإيدكس كيف ارتفع، والإيرون أب كيف ارتفع.
ستوكاستي قلنا تكلمنا عنه ايجابي. خلينا نشوف الشهري، في شيء الشهري؟ الاسبوعي ممتاز. خلينا نشوف الشهري، هذا الشهري زي ما قلنا ايضا اخترق منطقة مهمة جدا. قد نذهب الى هذه المنطقة، قد نذهب الى هذه المنطقة. الماكت الشهري هنا اخترقنا المتوسطات، لكن سواها قبل كذا، كلما اقتربنا من الاختراق الشهري كان افضل. الRSI مع المتوسطات ممتازة، قلنا برضو اخترقها قبل كذا. كم كنا في المنطقة هذه؟ خلينا نشوف. ممتاز، كنا 38. ممتاز. طيب عموما أي سهم، أنا بالنسبة لي أي سهم يعطيني علامة إيجابية، يعطيني دعم قريب، أنا ما أنا بالنسبة لي شوف شوف ال 31 حاط لي 100,000. هذه ليست دعوة للشراء يا إخوان، هذه ليست دعوة للشراء والبيع، هذا شرح، شرح الطريقة كيف أختار من المنصة، كيف أختار بناء على معلومات، يعني أربط التحليلات. أنا بالنسبة لي الدعم قريب ما يحتاج أخاف، ريال ريال ريال. كلما كنت قريب من الدعوم ما يحتاج إني أخاف، يحتاج إني أثبت وأصبر، وكلما ابتعدت يحتاج إني أراقب لحظي أكثر. أو أنا بالنسبة لي ما أدخل الصفقة أساسا، إن السوق لن يطير، السوق يعطي فرص كثيرة. خلال سنتين احنا نزلنا وطلعنا، نزلنا وطلعنا، نزلنا وطلعنا، فما قصر السوق. الجيبس 24 42 49 شهري، باقي شوي شهري باقي. كلها إيجابية الشركات هذه، لكن أحاول يعني أبحث عن السهم اللي دعمه قريب. الراجح نزلناه، تمام، سابق الآن نزلناه، بيبكو كمان نزلناه، صفولة نزلناه. أنا مع إني ما أحب صفولة على فكرة، صفولة مخيبة للآمال في الغالب يعني، لكن أنا أشرح طريقة. كلما كنت قريبا من دعم كلما كنت ايش؟ كان افضل. لا ننسى انه الاعلانات لها دور، شفنا الخزف تحسن من منطقه 29 ونص، حقق 34، لكن للاسف كان اعلانه مخيب للامال. الاعلان له دور كبير في مواصله السهم، شفنا سيسكو، شفنا صناعات كهربائيه كيف استمرت الشركتين في الارتفاع المتواصل. سيسكو من 23 إلى 28، صناعات كهربائية من والله ما أتذكر كم تاريخ كم إعلان، لكن كلها واصلت. تحياتي لكم، كان محدثكم أبو موسى العمري مع منصة الربح السريع، وعيد سعيد للجميع. انتهى العيد وبدأ السوق وبدأ العمل، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.